الراديو 90 90 هواها مصري. الحقوني! في ايه يا جدو؟ ايه اللي حصل؟ مصيبة يا ولاء، مصيبة. مصيبة ايه يا جدو؟ كفى الله شر. اقفل باب الشقة بسرعة وما تخلوش حد يدخل ولا يخرج، واعملي كمين على باب الصالة وكل اللي يعدي يتفتش. في حاجة ضاعت منك ولا ايه يا بابا؟ خير يا بابا؟ قلقتنا. فردة الشراب الاخضر اتسرقت. خضتني يا جدو، كل ده عشان فردة شراب؟ وهي دي حاجة هينة؟ عادي يا جدو، نشتري لك دستة شرابات غيرها، ما حصلش حاجة. ما انتو جيل مهمل وما بتقدروش قيمة المسؤولية. يا جدو دي فردة شراب وضاعت، عادي يعني، ما تكبرش الموضوع. يا حسن، بيت المهمل بيخرب قبل بيت الظالم. النهاردة فردة شراب ضاعت، بكرة فردة شبشب تضيع، وبعده فردة جزمة، لحد ما الاقي نفسي ماشي في الشارع حافي. تلاقيها تايهة في وسط الغسيل وهنلاقيها ان شاء الله. لا، انا فتشت الغسيل كله، فوطة وفانيلا وجلبية وما لقيتهاش. انا عارفة هو مش هيهدى غير لما يلاقيها. قصدك مش ههدى غير لما انت تلاقيها. انت اللي لميت الشرابات عشان تغسليها ورجعتيها ناقصة فردة، زي ما ضيعتيها تجيبيها، يا اما احرمك من الميراث. لا وعلى ايه؟ انا هقوم ادور عليها بنفسي. هاد يا حامد. نعم يا بابا. نعم، هي دي التربية اللي ربيتها لك؟ اسمها ايه يا قليل الادب؟ ايوه يا بابا. جاك اوام ما يقويك. الله يحزني. قوم راقب اختك رحمة، علشان دي ذمتها فالصو، ومحدش عارف ممكن تضيع ايه تاني. ايه يا بابا الكلام ده؟ اسمع الكلام يا واد، اسمع لحسن، والله احرمك من المراس انت كمان. لا 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 لا، خلاص يا بابا، قايم اهو. طب بالنسبة لي انا ولاء يا جدو، مالكو؟ نروح ندور معاهم؟ لا، خليكوا عشان اكمل لكم الحكايه لحد ما يرجعوا. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. انا مش مصدق ان خلاص بقيت اب. لا يا سيدي صدق. هاتي بقى اما بوسه. لا الواد يصحى. يعني هو هيفضل نايم كل ده؟ ايه ده، ما هو اكيد هيصحى. حبيب بابا يا ناس. هو الواد ده بيعيط كده ليه؟ بيعيط ازاي يعني؟ ما هو بيعيط عادي اهو. عادي ايه؟ الواد ما بيوقوقش، ده بيعوي زي الديب. ده انت بيتهيألك بس. بيتهيألي ايه؟ ده الكلاب اللي في الشارع بتهوهو على صوته. تلاقيه بس عشان لسه مولود فما تعلمش العياط. يعني هيتعلم الوقوقه لما يدخل سته ابتدائي يعني ولا ايه؟ يا حنان، العيل بيتولد وهو بيعرف يعيط. وبعدين بقى في الواد اللي هيلم علينا كلاب الشارع ده. ايه ده؟ انت شايل الواد كده ليه؟ ابني هشيله زي ما انا عايز. يتملخ في ايدك. يعني ايه يتملخ؟ يا اخويا انت لسه هتسأل؟ هات الواد ده، هاته بالراحة بس يا حماتي، عشان الواد لسه جديد وعليه صاد. نعم؟ هو انت هتخاف عليه اكتر مني؟ طبعا، مش جاي من تعبي وشقايا. جرى ايه بقى يا نرجس؟ مالك بحجازي؟ حجازي مين يا ماما؟ انا اسمي مراد. يا واد مش انت، حجازي ده اسم ابنك، مش عارف اسم ابنك. يا ريتها كانت جت فيا. الواد بيعوي زي الديابة، وكمان اسمه حجازي. مين اللي سماه حجازي؟ حجازي على اسم ابويا. ايه 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 ايه؟ حجازي ده يا ام مراد، احنا هنسميه عويس. حجازي ايه وعويس ايه؟ ده احنا نوقده احسن. لا طبعا، عويس ايه ده كمان اللي هنسميه للواد. لحظة واحدة بس يا ماما ما نفهم. قولي لي يا حماتي، ليه حضرتك اخترتي الاسم ده بالذات؟ ها، مش معنى ان الواد يعني قالب راسه شبه المنجاية اننا نسميه عويس؟ لا، عويس على اسم جده، عويس ابن عم خال ماما. ايه سلة القرابة العجيبة دي؟ انا عايز آلة حاسبة عشان اقدر احدد يقرب لكم ايه بالظبط. في مقام جده، وهو اللي سماني نرجس. فحضرتك ناوية تردي له الجميل في ابني بقى وتسميه عويس عشان تجامليه؟ مفيش حد هيتسمى عويس هنا، الواد هيبقى اسمه حجازي. زوزة. لا عويس، كلامي هو اللي هيمشي يا ألفت. لا بقى، حجازي، وهنشوف كلام مين اللي هيمشي. طب ايه رأيكم بقى انها كبرت في دماغي وكلامي هو اللي هيمشي؟ طب انت هتسميه ايه يا حبيبي؟ هسميه بهنوسي، على اسم ابن خالة عم سواق الميكروباص اللي انا ركبت معاه امبارح. ارتحتي؟ اصحى يا نايم، وحد الدايم، رمضان كريم. اصحى استاذ مراد، اصحى مدام مراد، اصحى استاذ مراد، اصحى مدام الاستاذ مراد.
رمضان كريم. كل سنه وانت طيب يا عم جمال ام سحراتي. وانت طيب يا استاذ مراد. بعد الايام بقول لك ايه، نادي على بهنوسي. ها بهنوسي ابني، عشان ده اول رمضان يجي وهو معانا. بس كده من عناية، اصحى عشان تتسحر يا بهنوسي. الله الله، ايه ده ايه ده؟ خلاص ما تصحاش يا بهنوس، نام تاني يا بهنوس. يا لهوي، الحقوني الحقوني يا استاذ مراد، الكلاب هتهبرني. يا نهار ازرق، اجري يا عم جمال، لا حول ولا قوه الا بالله. في ايه يا مراد؟ ايه اللي حصل؟ ابدا، الواد بهنوس عيط فالكلاب هاجت على صوته زي كل مره، وجريت ورا عم جمال مسحراتي. بفكرينا نحط كمامه للواد ده اللي لامم علينا كلاب الحته. حاضر، كل سنه وانت طيب يا حبيبي، رمضان كريم علينا يا رب. الله اكرم يا حنونتي، الله اكرم. قولي لي بقى، هنفطر ايه بكره في اول رمضان؟ بص يا سيدي، ورقه وقلم واكتب ورايا يا سيدي الكل. ورق عنب ورقاق ومكرونه بشاميل وبط. ايه ده، انت اتعلمت الرقاق والمكرونه بالبشاميل دي امتى؟ يعني ايه يا مراد؟ هو انا ما بعرفش اطبخ؟ لا مش قصدي طبعا. ده انت ليكي لمسه خاصه في طبيخك، كفايه ان انت الوحيده اللي في العالم اللي قدرت تحرقي قعر حله الملوخيه. ما انت عارف اني مش قد كده في الملوخيه. مش مهم، المهم انك اتعلمتي المكرونه بالبشاميل. لا ما هو مش انا اللي هعملها، ده احنا معزومين عند ماما. ايه، معزومين عند امك؟ عندك اعتراض يا سي مراد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتطبي علينا فجأة كده منين؟ ما هي ماما جت النهاردة ساعدتني في تنظيف الشقة بعد ما انت نمت، ودخلت تريح في أوضة بهنوسي شوية. مش تقول انها جت يا حنان عشان اخد احتياطاتي الأمنية؟ يوه نسيت. اوعوا تقولنا بكرة متأخرين، احنا بنحب نفطر بدري. طب تفطروا على العصر ولا ايه؟ لا يا سي مراد، بنفطر على المغرب، بس اللي بيجي متأخر بنفطر عليه هو. حاضر يا حماتي، ان شاء الله نبقى موجودين قبل الفطار بشويه حلوين. هنروح بس نسلم على ماما ونجيلكم على طول. قصدك حماتك هي اللي هتجيلنا؟ ايه يا جماعه الرعب اللي انتوا عايشيني فيه ده؟ انتوا بتطلعوا منين؟ الحمد لله ان لحقت خلفت بهنوسي. انا كنت واقفه ورا باب الشقه وسمعت كل حاجه. وحضرتك فتحتي باب الشقه ازاي؟ انت مطلعه نسخه من المفتاح ولا ايه؟ مطلعه نسختين، اتنين، عشان لو واحده ضاعت يبقى التانيه موجوده. ايه، عندك اعتراض؟ لا يا طنط، ده البيت بيتك. اصلا انا عديت على بتاع الفول وجبت لكم سحور معايا. فيك الخير والله يا ماما. يلا بقى عشان نلحق نتسحر وننزل على طول. ننزل نروح فين؟ اكيد هنتمشى عشان نهضم السحور. لا يا حبيبي، هنطلع على بيت ابوك وامك عشان نلحق نجهز الفطار بتاع بكره. تاني يوم بقى يا حبيبتي ان شاء الله، عشان هم معزومين عندي اول يوم. ايوه يا طنط، وحضرتك معزومه طبعا. كلام ايه ده؟ مراد لازم يفطر في بيت اهله اول يوم، وحنان لازم تفطر في بيت اهلها اول يوم. خلاص 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 يا اختي، يا سلام، بنتك تفطر عندك وانا هاخد ابني يفطر عندي. بهنوس يا جماعه هيفطر فين؟ مع ابوه طبعا. لا مع امه طبعا. بقول لك ايه، الفطار عندي يا ام حنان. وانا قلت مش هيفطروا الا عندي يا ام مراد. الحق يا مراد، دول هيمسكوا في بعض. يا ناس يا ناس، احنا هنعتبرها زي ماتش السوبر وهنفطر في ارض محايده. فين؟ في مائده الرحمن اللي على نص الشارع. يا عيني. مالها عينك يا بت؟ تعالى انفخ خيالك. تنفخ لي فيها ليه بس يا جدو؟ مش اتطرفت؟ لا. امال بتقولي يا عيني ليه؟ هتغني؟ انا قصدي يعني انهم صعبانين عليا عشان هيفطروا في مائده الرحمن. وانت فاكره مائده الرحمن دي ما فيهاش اكل؟ دي احلى فطار تفطريه على موائد الرحمن، يبقى الاكل كله بركه وبيكفي بزياده. بس ده مراد عيشته صعبه قوي، هو هيلاقي الكنز امتى يا جدو؟ لقيته يا بابا، هو لقيته. لقيت الشراب بجد يا رحمه؟ ايوه يا بابا اهو. كان طفشان فين الشاي ده؟ لقيناه مرمي تحت الغساله. هو كده من ساعه ما جبته وهو بيكره الحمى. هاتوا بقى اما اغسله لك. لا 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 لا، انا اللي هغسله بايدي. طب يلا يا جدو كمل لنا الحكايه. حاضر هكملها لكم، بس بعد ما اغسل الشراب بنفسي.